لا جديد تحت الشمس، دول عنصرية تتسم في العنصرية البحتة. الديمقراطية هي ديمقراطيتها عدم الديمقراطية. فإحنا نعاني من القوانين هاي من السنين، من 48. الحاصل الآن هو تطور خطير جدا، وراح يأثر على عرب الداخل تحديدا في قضايانا، هي مطالبة بحق المسكن والحقوق الأساسية لنا في هذه الدولة. فلذلك يجب على العالم الخارجي التدخل لوقف هذه العملية. راح يأثر علينا كأقلية، وأول ناس راح يأثر عليهم هو إحنا. هذا القانون راح يأثر علينا إحنا. عدم وجود سلطة قضائية عليا فوق الكنيسة، هذا راح يأثر مباشرة على العرب الداخل. تخوفات هي سلب هويتنا، طردنا من أراضينا بدون اللجوء إلى القضاء. بمجرد 61 عضو كنيسة صوتوا لطردنا، بطردونا. فهون فيش سلطة قضائية عليا اللي تحمينا، وهذا أمر خطير جدا. شفنا إنه في هناك عملية تغول على الديمقراطية وأسس الديمقراطية في أي بناء وأي نظام دولة. المفروض من الأسس الأساسية في بناء النظام الديمقراطي الفصل بين السلطات، مش عمليا سيطرة أو تغول سلطة على الأخرى. حتى بل أكثر من ذلك، عند حكومة بن غفير وحكومة نتنياهو هي عملية إلغاء كامل للسلطة القضائية وتحويلها إلى أداة بإيدين السلطة التنفيذية، وهي بوابة لنظام فاشي قادم اللي فيه مخاطر كثيرة على المجتمع الإسرائيلي وفيه مخاطر كثيرة على المنطقة. لأنه النظام الفاشي بطبيعته أكثر من عدواني، هو عدواني متوحش على المنطقة، وهم ما بينهم بلشوا عمليا في هذا الصراع من مدة على أساس العلمانية والدينية في هاي الدولة، بمعنى الصهيونية المتدينة الممثلة بسموتريتش والممثلة بن غفير، هو أيضا ينادي في قتل والموت للديمقراطية في هذه الدولة، لأنه لا تتفق ديمقراطية مع الاحتلال. وعمليا الفاشية هي بوابة لدخول مرحلة ما بعد الاحتلال، والله أعلم. وإن شاء الله أن ربنا بستر من اللي جاي من المخاطر القادمة من وراء هاي الفاشية. تأثرين منذ قيام الدولة كأقلية في هاي البلاد، كأقلية قومية، احنا منعاني من كل أشكال الحكم المتوالية والحكومات اللي تعاقبت على إدارة دولة إسرائيل. كنا دائما نعاني من العنصرية والتمييز العنصري، اليوم سنعاني أكثر، واليوم سيكون هناك دخول لنظام الأبرتهايد والفصل العنصري، وسيكون أيضا تطبيق وتنفيذ لقوانين فاشية. خوف من الأمر بقدر ما أني أدرك معنى وجود هاي الحكومة الفاشية لا تخيفني، إنما فقط أرى أن المخاطر أكبر والمواجهة القادمة أكبر، فتحتاج منا تحديات أكثر، وتحتاج منا صمود أفضل، وتحتاج منا تكافل وتعاضد في فهم هاي المرحلة، والتعاون بالوحدة فقط على الانتصار على مخططاتهم العنصرية والفاشية القادمة. طبعا هذا الموضوع شيء مقلق، انه حكومة عنصرية، نتنياهو بن غفير كاذين بجنده أعضاء كنيسة أكثر في السلطة التشريعية، وهي بمثابة البرلمان الكنيسة الإسرائيلي، لكي أن يتدخلوا في الجهاز القضائي اللي هو محكمة العدل العليا. وهنا لازم يكون فصل ما بين جهاز السلطة التشريعية لبين جهاز السلطة القضائية بتاتا. ممنوع أنهم يتدخلوا في شؤون القضاء، لأنه إذا اتدخلوا في هذا الإشي هذا أمر خطير ومهم جدا للشعب هنا. إذا بتدخلوا كل شغل بصير يكروها عن طريق السلطة التشريعية اللي هي الكنيسة، وهذا الأمر مقلق جدا. فلذلك لازم مظاهرات، لازم احتجاجات، لازم انه هذا القانون يفشل، ما يعبرش لا قراءة أولى ولا ثانية ولا ثالثة. عشانه راح يتدخلوا في تعيين القضاء، راح يتدخلوا بعدة مواضيع اللي بتهم شعبنا الفلسطيني كمان. فلذلك احنا منعارض هذا القانون. طبعا راح يأثر علينا احنا، ما احنا اللي ذايكينها، العرب فلسطين الداخل اللي ذايكها. اذا اليوم هاي السلطة الفاشية العنصرية بقيادة نتنياهو وبن غفير بدهم يطبقوا هذا القانون على الدنيا، السلام خلصنا، بصيروا يطبخوا ويسكوا بدهم على خطرهم. فهنا اصبح المطبة، واصبح اللي بذوقها
هم الوسط العربي الفلسطيني في الداخل. اليوم اللي بدهم اياه صاروا يطبخوه يعملوه لشعبنا الفلسطيني، صاروا يدخلوا في قضايا السياسية الهامة عن طريق المحاكم، السجن المنهلي، الحبس البيتي على 6 أشهر. في عدة شخصيات عندنا مواطنين حتى من ام الفحم من فلسطين الداخل انهم محبوسين في داخل البيت منهلي اداري مش معروف عليش. طب اثبت شو تهمته، مش معروف التهمة، ملفات خاصة على كيد البحث. فلذلك قاعدين بتخنسوا علشان يصلوا للسلطة القضائية محكمة العدل العليا ويتدخلوا بهيش مواضيع ويفرضوها على شعبنا الفلسطيني، وهذا شيء خاطئ وغلط. وهنا تفقد الديمقراطية، تنفقد الديمقراطية، وهذا الاشي خطير جداً.